مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقة جديدة وأسبوع جديد من برنامجكم بالكويتي. مساء الخير مشاهدينا وبداية أسبوع جديدة مع برنامجكم بالكويتي. أولا نقدم أجمل التهاني للمحطة الجديدة ونبارك لها بالتفوق، وخاصة للبرنامج الجديد بالكويتي وهو من أمتع البرامج المفيدة والمتجددة دائما، ونرجو له النجاح والتوفيق بإذن الله. برنامج بالكويتي برنامج صراحة حلو وشيق، وبرنامج يعني وايد ممتاز، والمذيعين اللي قدموه فيه ما شاء الله عليهم ممتازين. البرنامج هو برنامج جيد ويواكب التطور حاليا اللي بالساعة يعني. برنامج بالكويتي برنامج جدا حلو ونحب ان نتابعه، لكن يا ليت انه يكون تركيز اكثر على قضايا الشبابيه، المواضيع الشبابيه بتفيدنا اكثر كذلك. والله صراحه برنامج مميز، وودنا يعني صراحه نشوف البرامج القانونيه فيه يعني يكتفون الامور القانونيه والبرامج السياسيه مثلا، والامور اللي تطرح على الساحه يعني تصير شفافيه اكثر يعني. صراحه ودنا نشوف البرامج الرياضيه واهتمام فيهم يكون زايد. نتمنى ان شاء الله يركزون على الجانب الرياضي، لان هذه نقطه يعني حساسه، وانا صراحه اتمنى يعني المسؤولين يعني ها يركزون على الجانب الرياضي، لان احنا في امس الحاجه للجانب الرياضي. الشخصيات القويه بالكويت نبيها تكون متواجده معانا في هذا الحدث الجديد. ودنا نشوف استضافة الفنانين يعني من الجانب الفن، الفنانين الكوميديين، الفنانين المتألقين. نتمنى أن يكون تسليط الضوء على رأي المواطن الكويتي من جوانب الاجتماعية الخاصة في إدارات الدولة، في محاكم الدولة، في من الناحية الإجرائية، الإعلانات، خاصة نواجهون كثير مواطن في الإعلانات. بالتأكيد كمواطن كويتي وكشعب كويتي مهتمين في الجانب الاقتصادي والجانب السياسي اللي يعني بالفعل أصبح هاجس كل مواطن كويتي في ضوء انخفاض أسعار النفط الحالية، فأعتقد التركيز على هذا الجانب شيء مهم ويفيد المواطن الكويتي. نتمنى لكم ليلة سعيدة ونشوفكم باكر إن شاء الله في نفس الموعد. نشوفكم إن شاء الله باكر حلقة جديدة برنامج بالكويتي. مع السلامة.